من الآخر مش هينفع الحياة دي أبدا. أنا اتخنقت وكرهت نفسي بسبب العيشة اللي أنا عايشها ديت. العيشة اللي أنت معايشها لي دي، أنا هدومي بقت مقطعة. عارف يعني إيه هدومي مقطعة؟ غصب عني يا حبيبتي والله، ما أنت عارفة إني شغالة على طول مهرج، ودي الشغلانة اللي أنا شغالها من زمان، وهي جابت لنا بيت صغنن على قدنا. وما تزعليش بسبب الهدوم المقطعة. عايز أقول لك يا ستي إن المرتب الجاي هجيب لك أحلى هدوم. مرتب إيه بس؟ أنت فاكر إن ديت شغلانة؟ انت شايف نفسك انت اراجوز، انت اراجوز، اراجوز فاشل. ده شغلك، انت اراجوز فاشل. اراجوز فاشل، انت عارفة ان الكلمة ديت من الكلمات اللي بتضايقني جدا وتخليني عندي استعداد ان اللي يقولها لي تنتهي حياته. هتعمل ايه يعني؟ هتعمل ايه؟ هتقولي قولي هتعمل ايه؟ هتمد ايدك عليا؟ مش همد ايد عليكي، خسارة ان ايدي تتمد على واحدة بتقول علي أراجوز. انت دلوقتي هتفرقي حياتك. انا مش أراجوز فاشل، والكلمة ديت لو اتقالت لي تاني هموت اللي قولها لي على طول. تعالوا اتفرجوا على المهرج المضحك. لا 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 لا. حطوا اي فلوس في الصندوق اللي قدامكم دوت. لا 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 لا. واو، ايه يا ماما؟ شايف انا جوز اللي قرا يلعبين دوت؟ ده شكله عبيط فعلا. انا جوز اهبل. ده انا جوز فاشل. انا جوز فاشل برضو الكلمه ديت اتقالت لي تاني. انتوا دلوقتي هتفرقوا حياتكم. لا، الكلمة ديت لو حد قالها راجوز فاشل لازم يموت. واو، حرفيا بجد يا ملوك السعادة، مفيش احلى من ان الواحد يستجم كده في المرجحة بتاعته ويقعد في البلكونة شوية يشم هوا. يا نهار ابيض على الهدوء. واخيرا اخيرا مش هو اللي قرر يعمل الاكل، ودي حاجه بصراحه بسطاني جدا، لانه على طول عمره ما ساعدني في اي حاجه وعمره ما عمل معايا اي حاجه خالص. طيب انا هقعد هنا كده شويه وهستجم كمان. اوه ماي جاد، اوه ماي جاد بجد على الراحه. ايه ده؟ هو ايه الريحه ديت؟ هو مش حرق الاكل ولا ايه في المطبخ؟ ايه الريحه دي؟ الحاني يا عمر، الحاني، الباب بيولع، الباب بيولع يا عمر. يا لهوي يا لهوي يا عمر، الباب بيولع. اجري انا بسرعه. ليه الباب بيولع؟ ايه اللي حصل؟ واو، ايه اللي بيحصل دوت؟ ايه اللي بيحصل؟ يا نهار ابيض، يا نهار ابيض، او ماي جاد، البيت كله بيولع. A few moments later. يا لهوي، ايه اللي حصل ده كله؟ مين اللي ولع البيت كده؟ مش قادر، انا طفيت الحريقه كلها. ايه ده؟ كويس انك قفلت الحريقه يا عمر. يا عمر، انا ما كنتش عارف اخد نفسي. مش ولع في البيت والله. البيت كان بيولع، البيت كان بيولع لوحده، كل عشان سبت البوتاجاز مفتوح شويه. عادي يعني، في ايه؟ هو ايه العادي يا مشمش؟ انا اللي استاهل ده كله، انا اللي استاهل ان انا قلت لك هتساعدني في حاجه وتعمل اكل. انت فعلا فاشل يا مشمش في كل حاجه، فاشل في شغل، فاشل في حتى عمل الاكل. ده انت مش كده بس، انت ولعت البيت كمان. انت عارف يعني ولعت البيت؟ المهم ان هو اتطفى يا مورا، خلاص يعني ما حصلش حاجه. بجد انت مستفز جدا، انت مستفز جدا، وكمان ملوك السعاده يشهدوا على ديت. انتوا شايفين ان مش مستفز ولا لا؟ انتوا شايفين ان هو يولع في البيت ويقول لك عادي ولا لا؟ بجد الواد ده مشكلتي معاه ان هو طويل البال، ودي حاجه مضايقاني منه. انا لو بدك اطرد بشبش والله بره البيت يا عمر، والله بخليه يعيش معانا، لان في مره هنتفرقع كلنا ونموت بسببه. هنموت بسببه في مره صدقني. انا مع سنجوب، انا مع سنجوب يا عمر، والله العظيم سنجوب عنده حق. امشي الواد ده من البيت، امشي من البيت بسرعه، هنموت كلنا في مره. بقى كده يا اصحابي، بقى ده كلام اخس عليك. واصحاب ما عندهاش دم صحيح. وبعدين يعني فيها ايه ولعت في البيت مره؟ مش البيت اتطفى؟ خلاص اتطفى يعني، ما نقعدش بقى نتكلم كتير. ولا يا ملوك السعاده، انتوا شايفين اني غلطان طيب ولا ايه؟ شايفين بروده عامل ازاي؟ بيقول لك انت شايفين ان انا غلطان ولا ايه؟ لا 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 لا، كتير بجد، كتير
كتير، اكتبوا له حاجه في الكومنتات، خليه يمشي من البيت. من الاخر انا عايز ملوك السعاده يطفشوه علشان ما يصورش معايا تاني. بالله عليكم طفشوه، انا كرهته. والله العظيم ما هطفش، والله العظيم ما همشي. مستفز مستفز انت بس في شعره بجد، والله مستفز بجد بجد. انا اتخنقت، انا همشي بعيد عنكم شويه. يا نهار ابيض يا ملوك السعاده، انتوا شايفين اللي بيحصل ايه؟ اوه ماي جاد، بس انا مش هخلي مشمش ياثر على المود بتاعي. اهم حاجه ان المود يكون رايق، ولازم امسح على ملوك السعاده كلهم ومساء السعاده بكميات زياده. عاملين ايه يا احناس في الدنيا؟ يا رب تكونوا بخير. بقول لكم ايه بقى، ما تنسوش قبل ما نكمل الفيديو نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. عايزين كل ملوك السعاده ياخدوا حسنات كتيره جدا، هنصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. ولو انت لسه ما عملتش لايك، مستني ايه دلوقتي؟ انزل اعمل لايك. شوف الصراحه بقى يا ملوك السعاده، بصراحه انا زعلان جدا. ازاي الفيديوهات ما بتوصلش 1000 لايك بس؟ يعني ما فيش فيديو بيوصل 1000 لايك. انا بتعب جدا في الافلام وبعمل افلام كتير جدا، مش عارف ليه ما حدش فيكم بيعمل لايكات. بقول لكم عايزين نوصل الفيديو ل 5000 لايك، مش بيوصل حتى 1000 لايك. ليه كده؟ مع ان مشاهدتنا حلوه جدا ما شاء الله، وملوك السعاده بيكبروا. فالصراحه انا عايز ملوك السعاده يفرحوني، وكمان مع اللايكات هنوصل 40000 في اسرع وقت. صدقوني انتوا لما بتدوسوا لايك ملوك السعاده بتكبر تكبر تكبر جدا جدا جدا، وبتوصل لناس كتير اكتر، ودوت هيخليني اعمل لكم فيديوهات كل يوم، مش يوم ويوم بس. الصراحه انا مش شايف اي لايكات خالص، فلما تدوسوا لايك هعمل فيديو كل يوم، وكمان فيديوهين في اليوم لو انا هقدر اعمل لكم فيديوهين. والصراحه انا واثق في كل ملوك السعاده، انا واثق فيهم كلهم بجد بجد. مش انت ما عندكش دم، اقسم بالله باللي حصل دوت. او خليت عمر يمشي ويسيب البيت ويطفش. ايه انا شايف ان سنجوم معاه، انت كده ما عندكش دم. يعني ايه تخلي عمر يمشي وانت بدل ما تقول له انا اسف بتقول له فيها ايه يا عم عادي؟ بعد يرضي ربنا ده ما ينفعش يا مشمش. انا مش عارف انتوا متضايقين على ايه. هو هينزل يتمشى شويه وهيجي بعد كده هنلاقيه رايق وهنلاقيه مش متضايق. يلا يا عم سيبنا اتفرج شويه على التلفزيون. بص ما عندوش دم. ازاي ما عندوش دم خالص؟ والله العظيم نفسي افرقعك بقنبله وما تجيش تاني يا مشمش. والله العظيم وانا كمان يا سنجوب، انا نفسي افرقعه بقنبله. سيبكم من موضوع القنابل ده وتعالوا نشوف المذيع خوخه بيقول ايه. خبر عاكل، معاكم خوخه من اخبار برو كيفن. طبعا عايز اقول لكم في اهرجوز اتجن جنونه خالص على الاخر، وبقى عمال يموت في الناس اللي ماشيه واللي رايحه واللي جايه. ده احنا في مشكله. حتى الشرطه لما يجوا يقبضوا عليه بيقتلهم، عمال ينشر الخراب في المدينه، وطبعا محدش قادر عليه. فعايز اقول لكم اللي يعرف يموته، وده تصريح من الشرطة ذات نفسها، لأنه الشرطة ذات نفسها مش قادر عليه. فعلا أراجوز مجنون، أراجوز فاشل زي ما بيقولوا. وبس كده، كان معكم خوخة من أخبار برو كيفن، وسلام. إيه ده؟ أنتوا سمعتوا الخبر دوت؟ أنتوا سمعتوا الخبر؟ يا ساتر يا رب، عمر كده تحت في الشارع وده خطر عليه. ما هو ده كله بسببك يا فقري، كل ده بسببك. يا لهوي هنعمل ايه دلوقتي؟ ماهي انا هرن عليه بالتليفون. يا رب يرد. مش بيرد عليا، مش بيرد. او شفت حصل ايه بقى؟ مش بسببك خليته ينزل من البيت، وده ما بقاش امل ليه. يخرب بيت دماغك. خلاص بقى اللي حصل، انا هستنى يجي. واو، حرفيا ما فيش احلى من ان الواحد يبعد عن البيت شويه. اجري بسرعه، المارج الشرير جاي. اجري. هو ايه اللي مارج شرير؟ استنى. واو، هي اللي يحب بسرعه تجري لحد هناك. ايه الهبل دوت؟ هو في ايه اللي بيحصل؟ ايوه. انت كمان معاد موتك. انت شايفني ايه؟ قول لي شايفني ايه؟ مارج شرير ولا شايفني ايه؟ انا مش شايفك خالص والله، انا شايفك راجل طيب خالص. والله شايفك راجل طيب، وكمان شكلك مهرج يعني كويس. ايوه شكلك مهرج برضو كويس. طالما انت قلت كده يبقى عقاب هيكون خفيف عليك. استنى، عقاب ايه اللي خفيف؟ انا اصلا ما اتكلمتش. عقاب ايه اللي خفيف؟ ما انا بعاقب دلوقتي برو كيفو كلهم بسبب ان هم قالوا عليا مهرج شرير ومهرج فاشل. انت عقابك انك هتروح عالم المهرجين. روح. لا هو ايه اللي جابني هنا اصلا؟ يا نهار ابيض،
المفروض اعمل ايه دلوقتي؟ طيب ما قداميش حل. ايه ده، هي راحت فين الوقت ديت؟ طيب ما ده او ماي جاد، ده اسانسير. هو الرعب، ايه الوش دوت المحطوط على الارض؟ او ماي جاد، واو. المفروض اروح فين؟ طيب مش فاهم، انط كده. طيب تمام، اعمل ايه تاني؟ طب الو، ايه ده هي بتعدي عادي. طيب كويس جدا، حد انا كمان امشي بسرعه برضو. واو طيب. واو، المراك بيجري ورانا، المراك بيجري ورانا. استنى، طيب استنى. او ماي جاد، او ماي جاد، مش بص ورايا، مش بص ورايا، مش بص ورايا خالص. انا هتمسك، هتمسك تقريبا. واو، انا اتخضيت خضه وحشه جدا يا ملوك السعاده. طيب هنكمل تاني بسرعه، انا هجري، مش هبص ورايا، مش هبص ورايا. يلا اسرع اسرع ويك، انا مش عارف ليه مش قادر اجري اكتر من كده هنا في الماب ديت. طيب طيب اسرع، مش هبص ورايا بصراحه، عايز اعرف بس. ايوه لسه بعيد عني، لسه بعيد عني، كويس كويس. واو، ايه الوش دوت؟ طيب طيب اسرع اسرع. واو، هو انا دخلت جوه بق المهرج؟ طيب مش اشكال، المفروض ان اعدي بالراحه. يا نهار ابيض على الفخاخ، سهله جدا، ايزي طبعا. واو، انا اتخضيت والله، اتخضيت. بتهزر، الاصوات مرعبه جدا والله. طيب بص بقى بالراحه كده، انا هعدي بالراحه خالص. طيب ننط كده، ننط هنا كمان. طيب حلو جدا، ننط كده وكده. او ماي جاد، ايه اللي انا ماشي عليه ديت؟ هي دي زينه؟ طيب واضح ان هي كمان خايفه، هتعدي ولا هتقع يا ترى؟ هو باين عليها لعيبه على فكره. طيب انا نط كده، مش كده. اوه كنت هقع. انتوا بجد سامعين الاصوات يا ملوك السعاده؟ الاصوات رهيبه جدا. طيب بالراحه امشي كده ونط كده. او ماي جاد، تقريبا ده عالم المهرج الشرير. انتوا شايفين وشه؟ شايفين وشه اصلا؟ هي دي صوره ليه ولا ايه؟ طيب هو تقريبا كده بيسلم عليا اصلا. طيب نعدي بالراحة. او ماي جاد، ايه الرعب دوت؟ طيب نعدي كده، ايه ده ازاي؟ طيب هنعدي من تاني، نعدي كده. واو، يا الصورة بتبعد لي كده، في حاجة هتحصل ولا ايه؟ طيب ازاي؟ طيب والله بجد حرام، ما الصورة بتبعد لوحدها. بجد ملوك السعادة، لو انتوا عايزين تلعبوا ماب رعب، خشوا الماب ديت، هي ديت صورتها دلوقتي. بصراحة بصراحة أنا خايف جدا. طيب هنعدي بالراحة جدا ونركز بقى المرة دي. الصورة مشكلتها إن هي بتبعد، ودي حاجة تخوف، وحاسس إني بجري. أوه ماي جاد، أنا دخلت فين؟ إيه الموسيقى دي؟ طيب أنا خايف بجد والله العظيم. واو، مين دوت؟ بجد بجد ده واحد رخيم جدا. أنتوا شايفين بيهزر إزاي؟ الصوت اللي طلع منه فجأة دوت، إيه بجد دمه تقيل جدا. واو، انا كده لعب سله جامد جدا. هو انا بهزر ليه دلوقتي؟ طيب قال كده. طيب تمام، اعدي فين دلوقتي؟ ايه ده، السهمين دول بيقول لي هنزل في الميه. طيب مش اشكال. واو، طيب تقريبا بدات اشوف اهوت، همشي ورا الاضاءه ديت، تقريبا ديت لمض. طيب انا مش عارف اعمل ايه دلوقتي بجد. واو، في زرار اهوت. طيب كويس ان انا شفت الزرار دوت، هدوس عليه. تقريبا فتح لي الباب، معلش تقريبا محدش فينا شايف اي حاجه خالص. بجد بجد انا مش شايف اي حاجه والله. واو، انا طلعت اهوت. طيب اعمل ايه دلوقتي؟ او ماي جاد، شايفين الحمم البركانيه؟ في لافا تحت جامده جدا، اكيد اكيد انا لو وقعت هتعمل بطاطس مشويه. طيب نعدي بالراحه، ودي طبعا هتتكسر. او ماي جاد، كويس انا كنت بلعب اصلا باركور قبل كده عشان ابقى فاهم. وهو هي كمان عدت البنوته. طيب تمام نعدي احنا كمان. واو، حرام بجد، هي اللي خلتنا تلخم، ما كنتش شايف والله منها. طيب نعيد من تاني ونعدي بالراحه. اوه كنت هقع بجد. طيب نعدي كده ونعدي كده كمان. اوه ماي جاد، المفروض اعمل ايه؟ طيب اطلع ديت، مش دي كده؟ طيب بعيده ونمت. لا كويس كويس. اوه كنت هقع، صعبه جدا على فكره، مع انها شكلها سهله والله. طيب نكمل تاني، هنا برضو في باركور، لو انا وقعت هنزل على الوش دوت. او ماي جاد، طيب نطلع كده بالراحه. تمام
حلو جدا. واو، هو ده سيرك ده طيب ولا انا مش فاهم؟ يا فين اطلع ازاي؟ اطلع ازاي؟ هاي اطلع ازاي طيب؟ اه في حاجه هنا اهي، هشيل دول واجيب دي كمان تقريبا. تمام، في صندوق اهوت، احط الصندوق هنا، وده صندوق تاني، احط الصندوق التاني هنا كده، واخد دي برضو. حلو جدا، احطها هنا عشان ابقى اعرف اطلع على الصندوق. تمام، اقدر اطلع كده ايزي، سهله جدا. طيب هو تقريبا المفروض اركب بسرعه بسرعه بسرعه. او ماي جاد، ايه كميه اللافا اللي انا شايفها بعيني ديت؟ واو، ايه ده، وانا اتنقلت فين؟ استنوا، طيب انا مش شايف حاجه، انا مش شايف حاجه خالص. طيب نطلع كده ونطلع كده برضو. اوه قطاع. طيب حلو جدا، هطلع كده هنا برضو كويس، اسرع اسرع ابويك قطاع. اوه بتهزر، انا هطلع القطر دوت. لا 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 لا، استنى طيب استنى. اوه ماي جاد، واو حرام بجد، استنوا طيب. يا ايه ده، اوه ده كان كابوس بجد بجد، ده كان بالنسبه لي كابوس. طيب انا عايز بسرعه، انا عايز بسرعه اطلع من المكان دوت باي طريقه، باي طريقه لازم اخرج بسرعه من المكان دوت، بسرعه 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 يا بويكا. طيب اوه ماي جاد، ايه ده ايه ده، المفروض اعمل ايه؟ طيب اعدي بالراحه بعيد عنهم تقريبا، اعمل كده بسرعه. اوه بالراحه، طيب اعدي ديت منين؟ طيب مش عارف، نعمل كده. اوه ماي جاد عديت، اخيرا عديت. اوه ماي جاد على اللي انا مريت بيه بجد 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 يا ملوك السعاده، انا عايزكم تعملوا لايك. ايه ده، هو فين وشي؟ انا عايزكم تعملوا لايك عشان انتوا شايفين الرعب اللي انا بمر بيه. واو نطلع كده بقى. اوه تمام، اسرع يا بويكا اسرع اسرع. اوه انا خايف اقع. واو كنت اخبط في السنان ديت. تمام ايزي جدا، ايزي وهو مش ايزي خالص، مش ايزي خالص. تمام سهل فل جدا. واو باركور برضو. طيب تمام نعدي كده ونعدي كده برضو بالراحه ايزي، انا بعرف العب باركور حلو جدا على فكره يا ملوك السعاده، وانتوا اكيد عارفين الحته ديت. طيب او ماي جاد، في ايه في ايه؟ او ماي جاد، ايه السهم ده؟ والله انا خايف، المفروض بروح في اهو، انا همشي مع عصير الاقدام ديت. طيب طيب استنى، طيب استنى. واو شايفين وشه؟ انا مش هبص ورايا، مش هبص ورايا بجد بجد بجد، انا خايف. واو بسرعه بسرعه، الطريق ده ملوش نهايه ولا ايه؟ الطريق ده ملوش نهايه. طيب اسرع يا بويكا اسرع يا بويكا. طيب هنخش من هنا كده. اوه ماي جاد، اوه ماي جاد بجد، في رعب، انا مخدود لحد دلوقتي، لحد دلوقتي خايف. بتهزر، اكيد مش هحارب، اكيد مش هحارب بجد، يعني لازم احارب. طيب احارب بسرعه يا بويكا، يلا انت قدها، اكيد انت قدها. واو هما كتير كده ليه مره واحده بيكتروا؟ واو اوه ماي جاد، بتهزر، انا خلصت كده عديت؟ نشوف انا رايح على فين بالراحه بقى بجد، عشان بقيت خاف في القطر دوت. واو اخيرا اخيرا عدينا، ده كان بالنسبه لي كابوس بجد والله. واو بجد بجد انا مبسوط ان انا خلصت الماب المرعبه ديت، الماب ديت من المابات اللي خلتني اتخض بجد بجد وانا بصور الفيلم. واو هو ده انا، شايفين بصوا حجمي عامل ازاي؟ اوه ماي جاد بجد بجد انا مبسوط جدا ان انا عديت المكان وبس كده، ويكون فيديو النهارده خلص يا ملوك السعاده. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما حدش فيكم ينسى اللايك بتاعه، عايزين نوصل الفيديو دوت للايكات كتير جدا 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 جدا، وشير لكل اصحابك، واكتب لي تحت في الكومنتات مبات عايزيننا نجربها وبس كده، وسلام.